والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، والمسافر من حيث الصيام على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضره الصيام ضررا يسيرا، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولا عن رخصة الله تعالى. والقسم الثاني أن يضره الصيام ويشق عليه مشقة شديدة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم. إذا كان الصيام بالنسبة للمسافر عليه مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصيام في حقه محرم ولا يجوز. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغنا كراع الغميم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون ماذا تفعل. فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وثانيا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حاله كحال هذا الرجل. القسم الرابع أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، بحيث يستوي الصيام والفطر، فيقول: إن صمت فلا مشقة ولا إشكال، وإن أفطرت أيضا كذلك، فأيما أفضل؟ قيل: إن الأفضل الفطر، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقيل إن الأفضل هو الصوم، وهذا هو الصحيح، أن الأفضل للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة بأن كان فطره وصومه سواء، فإن الصوم في حقه أفضل لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كاد أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. والوجه الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، فيدخل في عموم: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وثالثا أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره، الصوم في رمضان أعظم أجرا. ورابعا أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس ويشاركهم في الصيام أيسر عليه وأنشط له.